يلا صوفيا جوريني الحاجب الحاجب نامس جوريني الحاجب الله اللهم بارك الله يدخلوا بالصحة والسلامة وزيد الرضا. ان شاء الله. دونك السيارة اللي كنطلقوا بها حاليا هي هذه المرسيدس. اللهم بارك. وهذه البنتلي ديال القطاف. اللهم بارك. ولكن تاهي كنا نقولوا الحاجب. لا لا البنتلي زوينة اللهم بارك المرسيدس ناضية. كيفاش الاختيار ديال القطاف؟ مرسيدس انا اصلا انت بدا تسمع الصوت هو الاول. اوكي ديال المرسيدس انا تعجبني في المرسيدس هي الانتيريور ديالها ماشي فان انا فار ديال فان ديال الفيراري ولكن هي فيها الانتيريور ديالها كلشي كيقول الانتيريور لا علاقه ديال المرسيدس لا بالعكس طب انا فان ديال المرسيدس داكشي علاش كنت باغي ناخذ الجي 63 لا جي 63 ولكن مزيان 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 ان شاء الله شي 63 برابوس برابوس فوالا برابوس وي وي مزيان ديال برابوس الانتيريال ديال برابوس لا ناضيه عندنا الدري صاحبنا عنده جي 63 سيرتو انا باغي ننزل بها المغرب يعني اش البلاكات ديال هنايا تمشي فوالا بلاكات انا تجي نكون اول مغربي غادي يدير العكس ناوي نجيب الطوموبيلات ديالي كاملين لدبي وغادي نجيبهم ان شاء الله مع تنقول شوف بعض المرات تقول لي راسي بيع كلشي خوي المغرب تنقول لا علاش غادي نبيع كلشي اللهم نهز طوموبيلاتي خلي اي حاجه كتزاد الارض كتزاد الدار كتزاد كلشي كيتزاد وطوموبيلاتي صافي نجيبهم هنايا صافي تجيبهم هنايا يكون اول مغربي تيدور لكم ب ماتريكول مغربي 26 دبي صراحه زوينه والله الا راه جيت كنهندس ديجا خديت التكلفه بشحال غادي نديرها كلشي وغادي نتوكل على الله عما قارب لا مزيان مزيان الله يسر لك ياك تعطينا بعدا شي دوره معاك شوف الحديد حديدك انت يا استاذ عمر مرحبا مرحبا الله يسر الله انا ما يكملي لي كملي لي كتجي شي فر اللي كتجري في غنسميوه ان شاء الله نرجع عاوتاني انا بحال اي ويل ستارت فروم ذا بيجينينغ راك عارف يعني غنبيرشي هذه واحد الماشي جديد ثقافة جديدة احتياجات ديال الكليان جداد يعني كنحس براسي بحال يلا غنبدا من الصفر بيان سور ولا الحمد لله راه في المارشي المغربي راه كيطوب الحمد لله والله انا زعما ما بغيتش نقول شي حاجة اللي فهمتي شحال من بنت تحس بها اغريسيف ولكن انتي يو ار ذا نمبر وان في لي شيفر في لي شيفر انا متندوانا العارقه نمبر وان في لي شيفر ديال لي فون الله ربيو كنحاولوا دائما نقدموا منتوج ليكم ماشي زعما اللي يقولوا مثلا ملي تنقول لهم انا اي ام نمبر وان ماشي زعما دوز راه حنا بغينا واحد احسن منا راه ما تيحيدش لك هذه البنت هذه اللي تجي بالعكس راه حنا اصلا الفيديو هذا الهدف ديالو هو موتيفي بزاف الدراري البنات يتحركوا صح لاله صوفيا شكرا بزاف على هذا اللقاء هذا جينا زرناك في دبي زيارة مباركة تعرفنا على مول الدار سي عمر الله يعزك سي عمر كبير هذا وتشرفنا بخويا محمد يد يحيى وطه نهار كبير بلاد اكادير دبي في الامارات حيت ما زدت شكرا الله يعطيك الخير تبارك الله عليكم نتلاقاو ان شاء الله شي ساعة أخرى مع حسن ان شاء الله اشنو عاوتاني تقول لي عاوتاني من هنا عام من هنا عام شي جيت بريفي ان شاء الله ان شاء الله شوف والله تا everything is possible everything is possible حلموا باش توصلوا وي تبارك الله عليك خدمه الله صوفيا ما تقول لي ما تحتاجش تقول لي خدمه راكي خدامه تبارك الله عليك الله يسر لينا وليكم ان شاء الله بالتوفيق الناس كاملين اللي كيتفرجوا حتى هما الله يوفق الجميع الدراري راه كلشي راه صوفيا الانترفيو دار معها قبل جات حتى هي من الزيرو تحت من الزيرو راه والله الا عجبتني القصه شنو طرا المشكل اللي طرات الوالد ديالي كذا 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 وقليل اللي تيدوي في هذا الشيء كلشي تيقول لك انا جيت لقيت بغيتو ما يعرفوني راني الفوق لا ما بديتش الفوق انا القصه ديالي من دواري زيكي المشاكل الصداعات القصه ديال السيد يحيى اللي معانا الجامعه المشاكل الصداعات
الوالد ديالي انا عسكري، الوالد ديالو هو باص، حنا فخورين بالمهن ديال الوالدين ديالنا. يعني فهمتي وليتي تفرج فينا حتى هو ما يتشكاش انا راه كذا كذا. عمري فقد الامل بالعكس، راه داك الفقر وداك من لا شيء هو اللي كيدير فيك ديك الناس. والله الا شوف شوف تنقول لهم انا احسن حاجه في حياتي تزاديت فقر وليت لاباس عليا. تصور كنت زاديت لاباس عليا وكنت لاباس عليا ما نعرفش. انا اللي كيفرحني هو كنجلس في ريستورون واعر تنقول شوف انا صاحبي وصلت هنايا، تنسوق طوموبيله واعره تنقول شوف انا صاحبي وصلت هنايا. اما واحد اللي تزاد لقى داك الشيء ما عندوش شي حاجه يكون باري معاه قبل. صح والحياه ما كتبقاش تبان لك، ولكن فاش كتقاتل عليها وكتدمر والديك كيشوفوك انك انتي لا شيء ووليت راه وي كيوليو كلهم مفتخرين بيك وكتولي عندك القيمه وكتنت براسك مفتخر بنفسك. وي الله صوفيا الله ما سخيت بيك، التوفيق ليك. انا نمشي يعطيكم الخير. التوفيق ليكم الله يكمل لك بخير. امين. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. يا ربي. امين.